وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ. تحية لك دكتور شاكر. يعني الرئيس السيسي أكد خلال لقائه جون كيري أن مصر سوف تتبنى مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها قمة تغير المناخ، وأنها لابد أن تأخذ في الاعتبار أولويات ومواقف كافة الأطراف. برأيك كيف سيسهم ذلك في ضمان خروج القمة بنتائج إيجابية لصالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دي خطوه جديره بالاحترام من قبل السيد الرئيس ان احنا نتبنى قمه مناخ، ونعتبر ثاني دوله عربيه تتبنى قمه في المناخ في الوطن العربي. ده يدل على ان احنا فعلا من اول الدول اللي لها تاثير وعاوزه يكون فعلا المناخ معتدل ويعود لحالته الطبيعيه. احنا حضرتك لو بصينا لمصر، مصر ماشيه في الاتجاه السليم جدا جدا في قضايا المناخ، اللي هو لو احنا بصينا حتى على قطاع الطرق وتطويره ده بيحد من الانبعاثات ويقللها. لو بصينا لقطاع الزراعه بنعمل هجن واصناف تحمل الاجهادات، بنطور الري الحقل بتاعنا، كل ده ماشي في اتجاه التنميه المستدامه، ان احنا نعمل مشاريع تعتمد على الهيدروجين الاخضر، بنعمل طاقه جديده ومتجدده، كل ده مشروع السندات الخضراء. اول دوله في الوطن العربي تقوم باصدار سندات خضراء لتبني قضايا البيئه والمناخ، كل ده يدل على جديه مصر وتعاونها مع المجتمع الدولي ككل وليس امريكا طيب فقط. دكتور شاكر، هل هذه الخطوات المزمع اتخاذها من الممكن ان تؤدي بالفعل الى يعني الالتزام بدرجه حراره مرتفعه الى درجه ونصف مئويه خلال المئة عام القادمه كما هو يعني مامول في الفتره القادمه؟ حضرتك السؤال ده هام جدا، لان العالم كله كان الاول الدول الكبيره اللي هي مصدره للمشكله كانت بتقول ان هي بعيده عن المشكله مش هتتاثر، فنتيجه هذا في تاثير كتير واقع عليها، على بلادها، على توفير الغذاء لمواطنيها، فبالتالي هي بدات تمد يد العون، وهي من مصلحه كل الدول الكبيره دلوقتي ان الانبعاثات تقل ودرجه الحراره تقل 1.5 درجه مئويه الى ما قبل الثوره الصناعيه، وده من خلال قمه باريس وجلسته الاخيره، ولذلك مصر تكلمت. احنا ان شاء الله باذن الله نعمل في القمه القادمه في مصر كل النقاط توضع الحروف، سواء تمويل لمشاريع المناخ والبيئه او حد من الانبعاثات من الدول الكبيره. طيب دكتور شاكر، لقاء جون كيري مع الرئيس السيسي تطرق ايضا لمناقشه دور الشركات والمؤسسات الامريكيه في جهود مصر للتحول الى مركز للطاقه، ونتحدث تحديدا عن الطاقه النظيفه. برايك اهم الاهداف الطموحه التي تتبناها مصر في هذا المجال؟ احنا عندنا حضرتك اهم الاهداف، احنا عندنا مشاريع الطاقه الجديده والمتجدده، اللي هي ان احنا نطلع طاقه او من الشمس، طاقه الرياح او طاقه الامواج، ان احنا نعتمد بقدر كبير ان احنا نتحول، وبدانا فعلا ان احنا نحول السيارات الى غاز او تشتغل بالكهرباء، بدانا نطور في الطرق بتاعتنا بحيث ان احنا يبقى العربيات ما تقفش كتير على الطرق، وبالتالي يبقى في زياده في الانبعاثات. بدانا نطور في نظم الري الحقل بتاعتنا كطريقه من استدامه المياه، اشتغلنا على تحليه مياه البحار، كل دي طرق للحد من التغير في المناخ، فاحنا ماشيين في الطريق السليم، وان شاء الله باذن الله يعني الدول الكبيره بس تحد من انبعاثاتها، واحنا ان شاء الله بس أو التأثير على العالم كله قليل جدا إن شاء الله. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، شكرا جزيلا لك.